للمزيد من المعلومات عن المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ينضم إلينا اليوم في الأستوديو الإعلامي الجزائري لطفي مقدم. أستاذ لطفي، قدم كبير المستشارين السياسيين الصينيين يوجين شن نيابة عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني 12 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تقريرا مفصلا، هل يمكن التطرق إلى بعض التفاصيل التي وردت في هذا التقرير وأهميتها؟ نعم، في هذه الجلسة الافتتاحية لنهار اليوم كان هناك تقديم لتقرير. التقرير كان فيه جزئين، جزء هو تذكير بما تم في عام 2015 وخريطة الطريق بالنسبة ل 2016، بحيث أن التقرير تمن على الإنجازات التي تمت في العام الماضي وخاصة بالتوصيل التي خرج بها المجلس الاستشاري للشعب الصيني. فكانت هنا من أبرز النقاط التي تحدث عنها في 2015، كانت نقطة إيجابية ونقطة تم يعني تحسين معيشة المواطن الصيني، وأيضا الدفع بإكمال عملية الإصلاح والذهاب قدما من أجل تحسين الاقتصاد الصيني. معروف أن يعني أن اللجنة أن المجلس الاستشاري للشعب الصيني ليس لديه صيغة تنفيذية، أو فهو فقط يعني مكان للحوار يتم من خلاله التكلم عن الأشياء التي تخص المجتمع أو الشعب الصيني. وأيضا هو أيضا تكلم عن هذا الدفع للأمام من أجل تحسين معيشة المواطن، وأيضا التمسك بما يسمى بالرقابة الديمقراطية، وأيضا تحسين الوضعية السياسية، وأيضا وهذا تحت غطاء الحزب الشيوعي الصيني الذي يعد هو الضامن الكبير من أجل التطور الشعب الصيني. فيما يخص الجزء الثاني من التقرير في 2016، هو تحدث عن تطبيق ودراسة روح الاجتماع الكامل الخامس للجنة المركزية للحزب الشيوعي. وأيضا من أجل 2016 هو أيضا الخوض في مقترحات الخطة الخماسية 13 لكي يعني من خلالها يذهب الاقتصاد الصيني والمجتمع الصيني والثقافة الصينية إلى الأمام، يعني لكي لتسجيل اختراقات جديدة، وأيضا المزيد من الفعالية، من المزيد من إيجاد ديناميكيات وفعاليات من أجل الواقعية على الرقابة الديمقراطية، يعني أن يمكن مزاولة هذا في إطار قانوني، وأيضا من أجل تحسين الرؤى لما هو أحسن للشعب الصيني. أيضا تشديد البناء الذاتي، وهي اليوم يعني الصين تدخل في صراع في عولمة، في صراع بأن هناك وجود لركود اقتصادي عالمي. اليوم الصين سوف تبادر يعني من خلال الخطة الخماسية 13، ومن أجل وبفتح مجالات أيضا جديدة مثل الاقتصاد الأخضر، ما يسمى انترنت بلس، وكل هذه المجالات من أجل إحداث طفرة وإحداث اختراق في الميدان الاقتصادي. هناك أيضا يعني يجب أن المجلس الاستشاري للشعب الصيني يجب أن نراه على الواقع، وهذا دائما كما قلت يكون تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، من أجل أن على الممثلين وعلى النواب أن يقتربوا من المجتمع أكثر فأكثر، لأن هناك المجلس الوطني، وهناك مجلس على في الحكومات المحلية، يعني على المناطق المحلية، الوحدات القاعدية يعني برفع، وهذا من أجل رفع الحوار ورفع الانشغالات من القاعدة إلى القمة، ودائما هذا يبقى كما قلنا تحت غطاء الحزب الشيوعي الصيني. وأيضا من النقاط المهمة للمجلس الاستشاري للشعب الصيني هو التضامن، لأن هذا المجلس مبني على التضامن وعلى تحقيق الديمقراطية ذات الخصائص الاشتراكية، فهذا شيء مهم جدا، لأن هناك إحداث تكامل بين القوميات وبين الأديان في الصين، هذا أمر مهم جدا، لأن من خلال هذا التلاحم وهذا الحوار والتشاور ممكن للصين أن تشكل اختراقات جديدة. أنت أتيت
منذ قليل على دور المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني في بأنه منصة للحوار، منصة للتشاور. ماذا لو نعود إلى هذه النقطة بالذات ونتحدث عن الدور الذي يلعبه المؤتمر في التشاورات حول الشؤون السياسية؟ نعم، لو نرجع إلى يعني لتاريخ المجلس الاستشاري لنواب الشعب الصيني، أول اجتماع له كان في 21 سبتمبر 1949، ومن خلاله تم تأسيس جمهورية الصين يعني الحديثة، وحتى تم اختيار العلم، اختيار النشيد الوطني الصيني، بعد ذلك ليترك المجال سنة 1954 لمجلس نواب الشعب الذي هو يعني لديه السلطة التشريعية اليوم في الصين. من خلال هذا المجلس نلاحظ أن المجلس الاستشاري للشعب الصيني هو مجلس يقوم بدور يعني كرابط بين القاعدة والقمة، هو دائما كمسرح ممكن وساحة للحوار، منصة للحوار يمكن لجميع الصينيين يعني أن يتبادلوا الآراء فيها. يعني ونلاحظ من خلال تكوين عناصره البشرية أنه مفتوح، فهناك أعضاء من الحزب الشيوعي، هناك أعضاء من أحزاب أخرى، هناك شخصيات وطنية، حتى هناك شخصيات يعني ترسل لهم دعوات لكي يكونوا في ممثلين عن كل القوميات، ايضا ممثلين عن الاديان، عن يعني من كل الشرائح الاجتماعيه. يعني وهذا هي الخاصه الجيده في يعني في المجلس الاستشاري، لانه يحمل في طياته كل مكونات الامه والشعب الصيني. هذا من جهه، نعرف بانه المجلس الاستشاري ليس لديه دور سياسي او دور تنفيذي، يعني هو لا يستطيع ان يضغط على الحكومه مثلا لتمرير قرارات، لان هذا من دور المجلس التشريعي. المجلس التشريعي الذي يعني مخول له دستوريا على هذا، لكن يعني في ممارسة السلطة التنفيذية بالنسبة للحكومة المركزية أو للحكومات المحلية، فالمجلس الاستشاري عن طريق أعضائه ممكن أن يكون ذلك المراقب الذي يعرف يعني الحالة القاعدية لتطبيق القوانين أو للسير اليومي للاقتصاد الصيني أو لبعض المشاكل. وهذا ما يتم من ذلك عن طريق هذه المنصة، يتم رفع هذه الانشغالات، لأن هناك الكثير يعني من الأمثلة أين انشغالات المجلس الاستشاري، يعني الحكومة نظرت فيها يعني نظرة واقعية، ومنها تم تمرير قوانين من أجل إحداث تغيير في نمط التسيير وأيضا من أجل السماح للصين على أن تكون يعني، لأن هذا الوقت مهم جدا بالنسبة للصين، خاصة حتى هذه الفترة أن الصين على منذ بعد سنة عدة سنوات إلى الوراء هي تفتح صفحة جديدة، صفحة جديدة، أن هناك تحول بعد 30 سنة من الانفتاح الاقتصادي. اليوم وصلت إلى نقطة من خلالها أنها الآن تحتل الريادة، أكبر دولة من حيث السكان، ثاني اقتصاد في العالم، من أكبر القوى الاقتصادية يعني والعسكرية على العالم، مطلوبة بالقيام بهذا الدور الاستراتيجي الآن، تقود دول عدم الانحياز. من هذا يعني كل هذا خلق وضع جديد، يعني الصين اليوم سوف تحاول أن تواكبها وتواكبه يعني بأعمال مثل المجلس الاستشاري الذي يستطيع أن يرفع كل هذه الانشغالات من أجل المضي قدما في تحقيق الحلم الصيني. شكرا جزيلا الإعلامي الجزائري الأستاذ لطفي مقدم.